بكل فخر مشروع إقاثة مرضى الكلى في السودان. 12,000 مريض كلى في السودان، من مريض زرع كلى ومريض غسيل كلى ومريض مصاب بأمراض الكلى. راح نتكفل بتوفير الأدوية ل 12,000 مريض بإذن الله. 12,000 يعني العدد المرضى الكلى في السودان كله. لتوفير الأدوية للمريض الواحد يحتاج تقريبا 30 دولار. 30 دولار يا عزيزي وعزيزتي المشاهد، 30 دولار إن كان لتغسيل الكلى، لأمراض في الكلى، لمشاكل مصابة من زراعة الكلى. 30 دولار فقط للمريض الواحد. بالأخير الرابط تحت بالوصف، ويحق لك حقا تاما عزيزي وعزيزتي المشاهد إنك تتأكد من الروابط تحت بالوصف إن الدعم راح يوصل للناس المحتاجة. هذا أول. ثانيا، دائما وأبدا المنصة اللي أنعمني الله فيها هذا راح أستغلها دائما إن نفرح مع بعض بفعل الخير، وإن شاء الله يا رب إن صوتنا يكون وصل للناس. إذا ما تقدر تساعد فالدال على الخير كفاعله، ما أجمل ديننا يا رب. انشر في كل مكان، وإذا تقدر تساعد بتوفير الأدوية فادفع، لا تستهين بالمبلغ اللي بإيدك لأنه راح يساعد ناس قاعد تتألم. بإذن الله ربي راح يعوضك ويزيدك أضعاف مضاعفة والله. وختاما بقول إلى الآن لم أحظى بزيارة السودان، وبإذن الله راح أزورها، ولكن عاشرت من منهم، ووالله ليجتمعن العرب على ما أقول. أنتم أطيب من خلق الله.